الانتخابات في كل دول العالم عادة تؤدي إلى انقسام اجتماعي وسياسي، تمام. ثم بعد الانتخابات تلتحم وتلتئم القوى والمجتمع بناء على برنامج، هذا البرنامج لابد أن يلبي حاجات الإصلاحية والخدمية للناس. في العراق للأسف الشديد الانتخابات هذه أدت إلى مزيد من الانقسامات، فإذا نحتاج إلى جهود مضاعفة في سبيل وحدة هذا المجتمع. لا شك أن وجود أكثر من صوت فيها مثل هكذا منتديات مؤثرة في إرسال الرسالة، سواء كان من الفائز أو من الخاسر، حتى كل يدلي بدلوة بشكل دستوري وقانوني، لأنه نحن لا نملك من أجل السلام في العراق سوى أن نحتكم إلى الدستور والقانون، ولا يمكن أن نحتكم إلى غير الدستور والقانون في أي اعتراضاتنا. والعملية السياسية لم تلد نتيجة صدفة، وإنما ولدت نتيجة تضحيات كبيرة وغالية، ولا بد جميعا أن نحرص على النظام السياسي الديمقراطي الاتحادي وعلى العملية السياسية، وأن نعالج هذه الأعراض الجانبية التي خلفتها الانتخابات. لا شك بأننا نحن الآن على كف عفريت صراحة، يعني لكي أكون معك أكثر صراحة مثل ما تفضلت، نحن على كف عفريت ما لم نتدارك هذا الوضع بحكمة، وأن نضع فرامل من الاتجاه نحو الهاوية، لأن أي صدام في أي بقعة سينعكس على باقي البقع. يعني هاي كردستان الأمن والأمان فيه مستتب، إذا صار لا سمح الله شيء في بغداد أو في فرات الأوسط أو بالجنوب، لا تتوقع بأن المصر ستكون محصورة جغرافيا.